طفلين مرضى بمرض يسمى التليف الكيسي. التليف الكيسي مرض وراثي تم اكتشاف بعد عذاب مع ابني الأولاني محمد بعد تأخر يعني في علاجه 3 شهور. وبعد اكتشافه وجدنا صعوبة في دواء توفير الدواء له، توفير التحاليل، في توفير مستلزماته الطبية، فتوجهنا لعلاجه بالخارج. العلاج بالخارج استفدنا منه طريقة العلاج لحد معين، يعني لا نستطيع بعد ذلك أن نأخذ الطفل كل ما يحتاج إلى أدوية، يحتاج إلى مكلفة. إلا يعني كأهل مرضى أنا كأم طفلين مكلفة إلي. توجهنا إلى مركز أصدقاء التليف الكيسي، المركز الذي يوفر للأطفال الرعاية الأولية، توعية، تثقيف، وفر لهم الأدوية، تحاليل، يعني تحاليل الطبية لازمة. تم علاج الطفل الصغير يعني وتحسن إن شاء الله، يعني أحسن من الأول. هناك اكتشفوا أنه عندي كمان ولد الأكبر منه نسبة أكبر منه بأكثر يعني من مرضه. في صار يعني استجابة للولد بس بطيء يعني شوية، وإن شاء الله ربنا يعني يلاقوا الأدوية والعلاج اللي إحنا نوفر لهم إياها. كان طفلي طبعا في الأول وزنه قليل، دائم الدخول إلى المستشفى. مع افتتاح مركز أصدقاء التليف الكيسي وفر دخول إلى المستشفيات بسبب طبعا الرعاية، بسبب النصائح، بسبب توفير العلاج المناسب لهم. زيادة وزنه طبعا زاد وزنه بالمتابعة اللي هي كل أسبوعين بتصلوا فينا كأهالي، بيتابعوا الوزن، بيتابعوا الطول بطريقة إعطاء الحليب اللي هو الغذاء المتكامل للطفل كحليب أنشور، نصائح بإعطاء الغذاء المناسب للطفل. فطبعا كان وزنه كتير قليل وكتير صعب، ومع المتابعة كل أسبوعين صار بيزيد وزنه. إذا بيلاحظوا وزنه قل بيقولوا لنا شو سببه، يعني بيتابعوا الأسباب اللي تؤدي إلى نقصان الوزن وبتابعوا الأسباب اللي تؤدي إلى زيادة الوزن. قالوا لي بدناش نصل لأنه يأخذ علاج بالوريد، بدك أنت تتابعي معنا إنه تعطيه يعني من قلة الكهرباء، وكان الأحداث يعني مش وطبيت أنا أتابع فيه، والحمد لله صار تحسن، صار يمشي، صار يحكي، صار هو كاين مستوعب كل حاجة يفهم، بس لم مجرد إنه قوي جسمه صار يكلمنا يعرف هذا مين وهذا مين. وطبيعي يعني هذه فرحة العمر. أنا بناشد إنه هذا المرض يعني يكون هو مرض مزمن، يعتبروه من الأمراض، هو مرض مزمن يسمى المرض القاتل.